احمد شافني بغي نصور لكم، كان حطيت الماكله ثاني باسكو تشوفوني. فوالا ربطت بصيه وراح باسكو مسكين كان عيان وتخلى قد شويه وانا باغي نصور. سبعين ما كاش اللي بغي يتصور، هو نايد مرقاد يتصور. مهم عاد حبيبي انا وقفت التصوير، تعالى حبيبي احمد، احمد تعال نود مرقد ما شاء الله ما غاديش عبرني. خلونا ندوقوا، بسم الله تحفه، نجربوا. ما بغيتش نهضر في امي، ما بحبش نتكلم بوقي مليان. بنين بنين بنين، تحسوها فريمون موتزاريلا. الموتزاريلا تاعنا في الثلاجة، خرجت طماطم. طبعا باش ندير طبق سلطة غير صغير نوريكم بالتقديم. كنت شوية البطاطا في الفرن، بطاطا حلوة. وهنا عندي ليمون بيو، غادي يعني نبشر منه شوية الموتزاريلا من فوق، يعطيه فخيشور، يعني يعطيها انتعاش. يلا نشوف الموتزاريلا وندوقها مع بعض. حضرت خبز من غير جلوتين، خبز لا فارين دو ساغازان. هي مفروض مش فارين، يعني الساغازان مش دقيق، مش فارينة، هو غني بالبروتينات وفيه أحماض أمينية مفيدة للجسم وفيه مضادات الأكسدة، يعني فارينة كي نقول لكم
المفروض ما اسمهاش فرينه، بس يعني الفوائد اللي فيها خاطيه الفرينه خالص جاع. و والانديس جليسيميك بتاعها يعني ما بيطلعش قيمه نسبه السكر في الدم. وكذلك هذا الخبز نعملوك اني نخلط في جاتو، يعني كلنا نخدم في جاتو ما نعجنوش اصلا. هي الفرينه بتاع الساغازان تاع البلينوار ما فيهاش، عشان ما خدش ما فيهاش جلوتين، ما ديش معانا عجينه، تقعد زينا كيما لا باتا كريب. ونحطها هذه غير 250 غرام. وحطيت فيها دينوا يعني عين جمل، وحطيت فيها حطيت فيها الزريعه تاع التورنوسول والزريعه تاع القرع. دوك نقطعها دي ترونش ونحطها معها. I told you that some months ago, but guess you didn't get one. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't get one. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will draw my piss and make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. Deserve the world, and I know that love will someday come around. تحسوها فريمون موتزاريلا، نفس الوقت صحية. شفتوا يعني حفلة تاع كاجو، يعني حفلة تاع كاجو تكونوا باغيين تسهروا تاكلوها مع بعض، مش كل ياكلها هذا ولا هذا. يعني واحد ياكل 100 غرام، 100 غرام ديري موتزاريلا ممكن يدير لك طبق يعني العائله كم يعني. في مكان المقبلات كما راكم تشوفوا، كل واحد تحطي لها يعني شريحه، اون ترونش ولا اون ترونش ادمي مع لي طومات مع الخبز. دورتكم شبه بزاف، نسيت نحط فيه الملح. تبع معليش الفرماج ما طماطيش مالحين. فرماج يعني جبنه، طماطيش يعني طماطم. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم والفيديو كان خفيف على قلبكم. ما تنسوش تساندوني، وصفات كثيره راهي جايه لشهر رمضان. ما تنسوش ديروا لايك، ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتنشروا فيديوهاتي. وانا نقول لكم نبوسكم بزاف 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 بزاف، خليكم في امان الله.